روبرت هانسون، الرجل الذي جعل من غابات ألاسكا رقعة للعب. تناولت الأعمال الفنية على مر العصور العديد من الأفكار المرعبة والمخيفة والتي طرحتها في الأفلام، من بينها كانت مطاردة البشر في الأدغال وقتلهم وقنصهم بدلا من الحيوانات. لأي شخص شاهد بعضا من تلك الأفلام قد تظن أنه أقرب من المستحيل أن يصبح واقعا أو تسقط تلك الفكرة على عقل بشر. صدقني، ما سمعته أو رأيته حدث بالفعل على يد ألاسكي يلقب بالجزار بيكر. في سبعينيات القرن الماضي حول روبرت المعروف باسم الجزار بيكر هذه الفرضية إلى واقع مرعب امتد لعقد من الزمان، على الرغم من أن هانسون احتفظ بسمعة طيبة في المدينة، إلا أنه ترك جانبه المظلم مخفيا إلى أن أطلق له العنان في غابات ألاسكا. طوال السبعينيات وأوائل الثمانينيات استهدف هانسون المشتغلات في الجنس والراقصات، اختطف هؤلاء النساء لتحريرهن في الغابة حتى يتمكن من اصطيادهن مثل الحيوانات. هذه هي القصة الحقيقية المرعبة للقاتل المتسلسل هانس. ولد روبرت كريستيان هانسون في 15 من فبراير شباط عام 1939 في استيرفيل بولاية أيوا، وكان والده مهاجرا دنماركيا يمتلك مخبزا وشخصا منضبطا وصارما. لم تكن طفولة هانسون سهلة على الإطلاق، إذ عمل لساعات طويلة في مخبز العائلة منذ صغره. على الرغم من أنه كان أعسرا بشكل طبيعي، إلا أنه اضطر إلى استخدام يده اليمنى بدلا من ذلك، وهو شيء أدى به إلى تلعثم مدى الحياة. عندما كان مراهقا كان خجولا بشكل مؤلم، وكان يتعرض للسخرية بسبب تلعثمه. بصفته شخصا منبوذا اجتماعيا لجأ إلى قضاء الكثير من الوقت بمفرده، وبمرور الزمن تعلم روبرت كيف يصبح صيادا متمرسا ومتحمسا للحيوانات، حيث هناك وجه غضبه وهوسه من الانتقام بالمجتمع الذي أذاه إلى رياضة مطاردة الحيوانات وصيدها. بحلول عام 1957 عندما كان يبلغ من العمر 18 عاما انضم إلى جيش الولايات المتحدة الاحتياطي على أمل أن يترك وراءه مراهقته المضطربة وأن يصنع من نفسه شخصا أفضل، وبالفعل لفترة من الوقت تمكن من ذلك. بعد أن أمضى عاما في الاحتياطي أصبح مساعدا لمدرب التدريب في ثكنة بوكاهونتاس أيوا، وتزوج من امرأة شابة التقى بها هناك. لكن هانسون رغم ذلك ظل يشعر بسوء المعاملة من قبل مجتمعه، وبذلك بقيت نار الانتقام مشتعلة بداخله. في عام 1960 عندما كان عمره 21 عاما أقنع روبرت موظفا شابا في مخبز لمساعدته على حرق مرآب حافلة مدرسية، لكن عندما اعترف الصبي لاحقا تم القبض على هانسون، وبذلك طلقته زوجته وسجن. على الرغم من أنه أطلق سراحه بعد 20 شهرا فقط من عقوبته البالغة 3 سنوات بتهمة الحرق العمد، إلا أنه سجن عدة مرات وذلك بتهمة السرقة، ومع ذلك تمكن من الزواج مرة أخرى من امرأة محلية. أخيرا قرر هانسون بعد أن سئم من الولايات المتحدة في عام 1967 الانتقال إلى أنكوراج ألاسكا التي كانت بعيدة عن حياته في ولاية أيوا، وبذلك انتقل إلى مجتمع صغير وأنجب طفلين من زوجته واستقر في روتين عيش هادئ. كان محبوبا لدى الجميع وفتح بعد ذلك مخبزا صغيرا، لكن بينما كان سكان البلدة يرون في الغالب واجهة الخباز السعيد إضافة إلى موهبته في الصيد الطبيعية، بدأت شيئا فشيئا تظهر بعض الشقوق في تلك الواجهة. إذ في عام 1972 تم إلقاء القبض عليه مرتين لاختطاف ربة منزل ومحاولة اغتصابها، ومرة أخرى لاغتصاب عاهرة. لكن ما لم يكن أحد يعلمه فيما بعد هو فورة القتل التي بدأت في العام الموالي، والتي من المحتمل أن تكون أكثر جرأة بسبب قدرته على السير حرا بعد جرائمه المبكرة.
وبعد أكثر من عقد من انتقال هانس إلى أنكوراج، وبالضبط في عام 1983 تم العثور على فتاة تبلغ من العمر 17 عاما تدعى سيندي بولسون، وهي تركض بشكل محموم حافية القدمين ومقيدة اليدين. بعد أن أخذها سائق وعاد بها إلى بر الأمان، أخبرت بولسون قصتها للشرطة ووصفت احتجازها كرهينة من قبل رجل قيدها بالأصفاد في سيارته واختطفها تحت تهديد السلاح. أخذها إلى منزله حيث قيدها بالسلاسل من رقبتها. اغتصبها الرجل وعذبها مرارا وتكرارا قبل محاولته تحميلها على متن طائرة ونقلها إلى مقصورته في وادي ماتانوسكا على بعد 35 ميلا شمال أنكوراج. عندما أعد الرجل الطائرة للإقلاع، تمكنت بولسون من الفرار تاركة حذاءها هناك كدليل. كان روبرت هانسون يتناسب وصف الخاطف تماما، حتى أن بولسون وصفت تلعثمه وتعرفت على طائرته، لكن الشرطة كانت مترددة في اعتقاله، إذ أنه على الرغم من أنه لم يكن غريبا على المتاعب مع القانون، إلا أن الخباز المحلي كان محبوبا في المجتمع. اعترف هانسون أنه التقى بالفتاة، لكنه زعم أنها كانت تريد تلفيق تهمة الله، لأنه رفض دفع مطالبها الابتزازية. عندما أخبر الشرطة عن حجة غيابه القوية التي دعمها أحد الأصدقاء، أطلقوا سراحه في النهاية. في هذه الأثناء كان جنود ولاية ألاسكا مقتنعين بأن قاتلا متسلسلا كان حرا طليقا. اختفى العديد من المشتغلين بالجنس والراقصين، وبدأ الجنود في العثور على الجثث. على الرغم من أنه تمت تبرئته عدة مرات من قبل، لم يكن هناك شك لدى الشرطة حول روبرت هانس الذي يتناسب مواصفات القاتل الذي يبحثون عنه. علاوة على ذلك، كان يمتلك طائرة ومقصورة في وادي ماتانوسكا، الشيء الذي لم يكن لدى الجميع. سرعان ما حصلت السلطات على إذن تفتيش طائرة هانس وسيارته ومنزله، وما وجدوه هناك كان صادما، إذ اكتشفوا طبيعة الرعب الذي تعرضت له ضحايا روبرت المروعي للغاية والذي لا يمكن تصديقه. استهدف هانسون بشكل أساسي المشتغلات بالجنس والراقصات من جميع أنحاء أنكوراج. كان يخطف النساء ويقودهن أو يطير بهن في طائرته الخاصة إلى مقصورته في ألاسكا النائية، وإذا لم تتشاجر تلك النساء معه فسيغتصبهن ويعيدهن إلى المدينة ويهددهن بالسرية. أما اللواتي لم يتعاون، كان مصيرهن مرعبا. في البرية حيث كان موقعه المفضل على طول نهر كنيك، كان روبرت هانسون يطلق سراح النساء هناك، وفي اللحظة الأولى تظن تلك الفتيات أن لديهن أمل في الهروب من قبضته. ثم بينما كن يركضن للنجاة بحياتهن، كان يتعقبهن، يأخذ وقته ويطاردهن مثل الحيوانات البرية مسلحا بسكين صيد وبندقية. كان يعذب النساء بهذه الطريقة لساعات أو أحيانا لأيام في كل مرة، حتى يحدد فريسته ويطلق النار عليهن مثل اللعبة. أثناء البحث في منزل الجزار بيكر، عثرت الشرطة على خريطة طيران لمنطقة صغيرة تشير إلى مخبأ في اللوح الأمامي للسرير، وقد تم تمييزه بعلامة إكس، مواقع القتل ودفن ضحاياه. في مواجهته بالأدلة في عام 1984، اعترف هانسون بقتل 17 امرأة واغتصاب 30 أخرى على مدى 12 عاما. حكم على روبرت هانسون بالسجن لمدة 461 عاما، بالإضافة إلى السجن المؤبد دون عفو في عام 1984، وسجن في مركز سبرينغ كريك الإصلاحي في سيوارد، حيث توفي في عام 2014 كجزء من صفقة الإقرار بالذنب. لم يتهم الجزار بيكر إلا بأربع جرائم قتل من أصل 17 اعترف بها، ويعتقد البعض أنه قتل بالفعل أكثر من 20 امرأة في مقابل تخفيف الإدانة. وافق روبرت هانسون على مساعدة الشرطة في تحديد مكان الجثث المتبقية المرسومة على خريطة القتل الخاصة به. لسوء الحظ لم يتم العثور على خمس جثث حتى يومنا هذا،
وأخذ هانسن سر مواقعها معه إلى قبره. فما رأيكم أنتم مشاهدين الكرام؟ لا تنسوا إخبارنا بآرائكم في التعليقات أدناه. إلى اللقاء مع قصة أخرى من قناتكم دهاليز.